اهلا بكم متابعينا في تقرير جديد من مكتب اون فاينانشال ماركتس بمركز دبي المالي العالمي. اليوم الاثنين 23 من اكتوبر 2017 بداية تداولات اسبوعية جديدة، والاسواق يعني مع ختام تداولات الاسبوعية الاسبوع الماضي كان هناك ارتداد واضح لمؤشر الدولار الامريكي بفضل بعض البيانات الجيدة التي صدرت من الولايات المتحدة الامريكية، منها طبعا تحسن في قراءة الاسبوعية ل طلبات إعانة البطالة، أيضا مؤشر فيلادلفيا الصناعي، كذلك مبيعات المنازل الأمريكية التي صدرت يوم الجمعة كانت أفضل بكثير من المتوقع. على الجانب الآخر الحديث لازال يدور وتكهنات حول من سيكون هو صاحب منصب رئيس الفيدرالي القادم. هناك العديد من المرشحين، منهم من يعمل بالفعل في مناصب داخل الفيدرالي الأمريكي كجانيت يلن و باول، وأيضا هناك ترشيح لتيلر المعروف أنه من أصحاب النظرة التفاؤلية كثيرا أو أصحاب السياسة التشددية للدولار الأمريكي، وبالتالي من المتوقع أن يشهد الدولار الأمريكي المزيد من الارتفاعات في إذا طبعا ما تقلد المنصب. يجب أن نتذكر أنه كما هناك ترشيحات لرئيس الفيدرالي الأمريكي سيكون نائب الرئيس أيضا وبعض أعضاء مجلس المحافظين الجدد سيتم تعيينهم من قبل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، والذي أعلن أنه سيقوم بترشيح هؤلاء الشخصيات قبل زيارته المنتظرة لآسيا. على أيضا كان هناك انتخابات هامة في اليابان. اليابان شهدت انتخابات تشريعية للبرلمان الياباني. لازال حزب آبي بعد الفوز أعلن عن أنه فاز بالأغلبية الساحقة في داخل هذه المقاعد، وبالتالي لازال يسيطر على الوضع في اليابان ولازالت سياسته مستمرة، وربما نشهد المزيد من توجهاته الدافعة للتضخم خلال الفترة المقبلة. أيضا على ذات المنوال كان هناك بعض القلق السياسي في ما يتعلق بملف خروج كاتالونيا من اسبانيا، وبعد التصويت بالاستفتاء بخروج كاتالونيا هناك شد وجذب ما بين الحكومه المركزيه الاسبانيه وايضا الحكومه الاقليميه في كاتالونيا. الحكومه المركزيه تطالب بتطبيق الماده 155 والتي تمنحها الحق بسحب الحكم الذاتي من الاقليم، وبالتالي تعيين شخصيه لتكون رئيس مؤقت للاقليم وحل البرلمان الكتالوني الحالي والدعوة لانتخابات عاجلة لتشكيل حكومة جديدة داخل الإقليم. هذه هي الإجراءات التي يقترحها رئيس الوزراء. أما بخصوص الحكومة الكتالونية الحالية فهي ترفض تماما هذه الإجراءات وتقول أن الديمقراطية الأوروبية لا يمكن أن تسمح بأن تتدخل الحكومة المركزية لإنهاء مؤسسات منتخبة كما قالوا، وأن إرادة الناخبين الكتالونيين يجب أن تطبق وتترجم على الأرض بالاستقلال وبداية المفاوضات حول الاستقلال وليس حول التراجع عن الاستقلال. هذه كانت هي تصريحات كتالونيا. طبعا نتذكر أن الحكم الذاتي في كاتالونيا يعطي الحكومة الحالية الحق في السيطرة على العديد من المؤسسات داخل الإقليم، أهمها طبعا هي الشرطة الموجودة، 16,000 يعني شرطي عامل داخل الإقليم، وبالتالي هناك يعني ربما نرى المزيد من التطورات في هذا الموقف، الأمر الذي دفع اليورو للتراجع مع بداية تداولات هذا الأسبوع. ونذهب إلى الرسم البياني لكي نرى كيف أدى الدولار الأمريكي. كان هناك أداء جيد جدا للغاية للدولار الأمريكي مع تداولات نهاية الأسبوع يوم الجمعة الماضي. مع تداولات بداية هذا الأسبوع رأينا امتداد للارتفاعات مدعوما تراجع اليورو دولار. اليورو دولار كانت التراجعات طبعا مع نهاية الأسبوع ومع بداية التوترات السياسية والحديث عن دعوة الرئيس الوزراء الأسباني للبرلمان الأسباني لإقرار خطته للسيطرة على إقليم كاتالونيا وسحب الحكم الذاتي مؤقتا من الإقليم. هذه التراجعات على اليورو، نرى اليورو الآن يسجل مستويات الدولار 17 سنت 46. البريتش باوند استمر، يعني كان هناك ارتداد واضح يوم الجمعة للبريتش باوند بعد أداء سيء ليوم الخميس. عدنا مرة أخرى الآن نحاول، يعني هناك ميل ناحية الهبوط. يتداول الآن الدولار أمام الباوند بحوالي دولار و31 سنت 79. طبعا إذا ما ذهبنا إلى الرسم البياني اليومي لكي نوضح الصورة أكثر،
هناك كان هناك هذا الصعود المتسارع مع تداولات الأسبوع ما قبل الماضي، ثم الأسبوع الماضي كان الأرجح أو الأغلب هي التداولات العرضية مائلة ناحية الصعود، الآن نعود مرة أخرى ناحية الهبوط. طبعا لازلنا نتداول تحت المتوسط المتحرك للخمسين يوم. نذهب إلى الدولار ين. الدولار ين طبعا مدعوما بالانتخابات اليابانية أغلق على أعلى مستوياته عند مستويات تقريبا 113.20، ثم رأينا يعني قفزة أو افتتاح على جاب سعرية ناحية 113.80 مع تداولات هذا اليوم، لأنها تداول نحو عند نفس المستويات. إذا ما ذهبنا إلى الذهب، الذهب رغم هذه التوترات ولكن أيضا كان هناك حديث لجانيت يلين قالت فيه أن يعني اتخاذ الفيدرالي الأمريكي لخطوات تجديدية نحو السياسة النقدية يعني بهدف مهم، وهو إذا ما تعرض الاقتصاد الأمريكي لأي صدمة ربما يتدخل مرة أخرى الفيدرالي الأمريكي لامتصاص هذه الصدمة بالمزيد من الإجراءات التيسيرية، ربما من ضمنها العودة مرة أخرى لقرب المستويات الصفرية للفائدة. هذه كانت التصريحات يلين. عادت بالذهب مرة أخرى نحو مستويات 1274، طبعا كنا أغلقنا مستويات التداولات الأسبوع الماضي عند مستويات 1280 دولار وعدنا مرة أخرى لل 74، هناك انخفاض بحوالي 6 دولارات لكل أونص. أما إذا ذهبنا إلى النفط، والنفط لازال يحاول الحفاظ على مستويات 52 دولار طبعا مدعوما بالعديد من التصريحات الجيدة من قبل أوبك في وأيضا الإعلان أو الإفصاح عن الالتزام الذي تخطى 100%، وهذا الالتزام يعني دعا الأسواق للحفاظ على مستويات 52 رغم عودة أو إعلان حكومة العراق عن عودة الإنتاج وتعويض الانخفاض في إنتاج العراق بعد أن ما حدث في إقليم كركوك. عادت مرة أخرى الحكومة العراقية تقول أننا سنضخ المزيد وربما تعود المصافي في كركوك والحقول البترولية في كركوك للإنتاج بذات الإنتاجية السابقة لها خلال الأسبوع ما قبل الماضي. هذه كانت أهم التحركات، ولازلنا كما قلنا النفط يحافظ على مستويات 52. التساؤل الآن إذا يعني هل سنستطيع اختراق هذه المستويات التي باتت يعني تشكل عقدة في مسار ارتفاع أسعار النفط أم لا؟ هذه هي الصورة أمام حضراتكم، وتمنيتنا لكم بتداولات موفقة هذا الأسبوع بإذن الله. تابعونا.